الدكتورة طبعا بيتعرض لك دلوقتي مسلسل أرض النفاق مع النجم الجميل الكوميديان الكبير محمد هنيدي، وهو لسه على فكرة واخد تكريم خاص من مهرجان الجونة. ف يعني بتقولي له ايه بقى وشفتي التكريم ده يعني ازاي؟ عايزه اقول له الف 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 مبروك، ويا رب دايما كده منور الدنيا، ويا رب دايما نكسر الدنيا مع بعض ونشتغل تاني وتالت. واتبسطت قوي قوي بالشغل معاه ومع الاستاذ محمد محمود ومع سامح عبد العزيز ومع ماندو العد مع الكوكبه الجميله اللي اشتغلت معاهم في ارض النفاق، وان شاء الله نعيد ده تاني باذن الله. طبعا المسلسل متاخد عن روايه وفيلم سينمائي أمر بطولته النجم الكبير فؤاد المهندس. فهل شخصيتك كانت موجودة في الفيلم ولا ما كانتش؟ لا، هو الحقيقة سيناريست لما جاء يعدل في الرواية خلق شخصيات جديدة ما كانتش موجودة في الفيلم الأصلي، يمكن كنت أنا من الشخصيات دي. طب لكل السادة المشاهدين اللي ما شافوش المسلسل تديهم فكرة كده عن شخصيتك وبتعملي إيه في الأحداث؟ هي باختصار هي سامية المحروة زي ما ملقوا منها على السوشيال ميديا، هي مرات النجم الجميل محمد محمود ووالد محمد هنيدي في الأحداث كده، والد محمد هنيدي. ومفروض ان هي شخصية نحس جدا وفقر جدا، وبتدور بقى احداث كوميدية ما بينها وبين محمد محمود، وهتفرجوا وهتضحكوا كتير قوي لان محمد محمود عامل دور خرافي. قوليلي كده يعني خلف الكواليس كان ايه الاجواء؟ هل كنت بتضحكي من الافيهات اللي بتترمي من الكوميديانات الكبار دول؟ كنت بتعملي ايه؟ كنت بتمسكي نفسك ازاي؟ بص انا اقول لك على حاجه، انا اول مشهد ليا كنت بصوره مع محمد محمود ومع محمد هنيدي طبعا مع حافظ الالقاب، كنت المفروض انا طالعه محروقه وطالعه من الحمام بجري عليهم. اول مشهد خالص في المسلسل. مشهد ليا، انا عايزه اقول لك محمد محمود ومحمد هنيدي فضلوا يعيدوا المشهد ده بتاع 3 4 مرات من الضحك من منظري بس، انا عايزه اقول ده كان اول مشهد، فما بالك بقيه المشاهد كانت عامله ازاي؟ طب يعني انت معروفه بالجمال واخده طبعا لقب ملكه جمال اسكندريه مش كده؟ مظبوط. لما اتعرض عليكي الدور ده ما خفتيش انك انت تطلعي بالشكل ده؟ لا بالعكس، في الاول وفي الاخر انا ممثله، كنت حابه اظهر في الاول وفي الاخر كممثله مش كملكه جمال، يعني مش هفضل على طول البنت اللي بالميك اب واللي بالشعر ده مش مسموش تمثيل، التمثيل اغسل وشك وخش مثل على طول، ده اسمه تمثيل. في فنانات يعني كبار ونجمات يعني كبار جدا بيخافوا من الموضوع ده ان هم يظهروا من غير ميك اب، يعني شفنا نجمات حتى بيجسدوا شخصيات ما تستدعيش ان هم يبقوا بميك اب وتلاقيهم فول ميك اب، بتشوفي ده ازاي؟ بص هو انا يمكن مش من انصار الحته دي خالص، طبعا هم ليهم وجهه نظرهم اللي تحترم طبعا كزملاء، ماليش من دبلوماسيه قوي على فكره ماليش ان انا اعلق عليهم طبعا، بس يعني هو ده يمكن مش من اتجاهاتي انا، انا شايفه ان الجمال حاجه والتمثيل حاجه، يعني عندنا ممثلات كانوا من روائع السينما المصريه ومن روائع الدراما المصريه وما كانوش جميلات بالقدر اللي هو اللي هم يسموا بجميلات السينما المصريه، بس كانوا عندهم جاذبيه على الكاميرا وعلى الشاشه. بالظبط كده، بالظبط. يعني سعاد حسني طبعا السوبر ستار الكبيره من جميلات السينما دي، مش هي جميله بس هي كانت اجمل على الشاشه. بالظبط كده، هي كانت الكاميرا كانت بتحبها جدا، هي كانت اتراكتيف وشقيه وجميله بروحها، فكان ده ظاهر قوي على الكاميرا حتى لو طلعت من غير ميك اب خالص.